والله احنا اسفين ضيعنا بالطريق وهذا اسفين والله اسفين انا مو من طبيعتي هاي بس شنو سامحونا كنت اتمنى تجوا عندي انتم بصح كان في الاول كان احنا غادي نطلعوا عند ولد الدار نتشرف على راسي على راسي يعني اتمنى انه القى شعر باللهجه المغربيه اكيد حكون سعيد جدا طبعا ولا اذا ما حد قدم لي انا حكتبها بنفسي حيكون ان شاء الله اولا شكرا لحضوركم وشكرا للدعوه ان شرف انه انا نكون معاكم وان شرف ان نكون على المسارح اللي موجوده في المغرب في بلدنا الرائع جمهوري طبعا دائم معي وأنا أحكي لكم حاجة صارت جميلة جدا في باريس سوينا حفلة في الهارمونيك باريس كانوا يغنوا لي أنا كنت أسمع سلام يعني كانت القاعة ضاجة وغنينا وأنا نسيت دائي هناك اللي مع الجمهور المغربي صداقة رائعة طبعاً أنا أتمنى أن تكون سهرة هنا من أروع السهرات إن شاء الله نحاول نقدم بها الجديد والقديم أنا أحب وطننا يعني أنا أحب وطننا أحب أكون مع يعني بصراحة ومن زمان من جيت بالأعتقد 97 وبعدين جيت سكنت بعدين اجتي والدتي الله يرحمها معايا سكنت ظلت معايا سنة وخالتي كانت كانوا عايشين معايا عايشين سوا كنا وظليت يعني ظل جواي شيء يعني حقيقي يعني انه عميق جدا انه ارتباطي انه ان اجي ويكون ايضا من ضمن استقراري هنا في المغرب لا بالعكس موجة ليش بالعكس يستحقوا ان يكونوا في مراتب الدرجة الاولى وعلى ذكر من تذكري اصوات مهمة في الوطن العربي مستحيل ما تذكري فيها اسماء المنور ولا ممكن لما تذكري من اهم الاصوات العربية الان ومن أقواها فمستحيل ما تذكري فيها أسماء المنور وأيضا نجاح الفنانين الآخرين بالتقاطيق الجميلة بالأغاني الجميلة سعد وعندكم أصوات رائعة عندكم نجاة اللي كانت معاي في The Voice من أجمل الأصوات نتمنى إذا بكرة تشاركنا على المسرح هي تجي أنا نقول لك إيه نتمنى تيجي تشاركنا يوم جمعة غدا تيجي يوم جمعة بعد غدا إن شاء الله لا تشارك إن شاء الله طبعا نبعث لها دعوة أكيد The Voice Kids يعني علمني كثير بصراحة طبعاً. علمني كثير إنه لأن الطفل مو مثل الكبير يعني إنه انزجه يعني بهذه المنافسة الصعبة ويروح يخرج انه هو جاي متأمل انه هو احسن واحد مش مثل واحد كبير مثلا يعرف انه في ربح وخسارة ما فاز هنا راح يفوز بس الطفل ما لازم تفهمه انه فلما يروح المدرسة ولما الاطفال يعني قسم منهم يعني امامهم يكون مثل مكسور قسم عندهم ما تحملوا قسم منهم لا تخطوها بس قسم منهم ما تحملوا على هذا انا دعيتهم مره ثانيه يجون عندي حتى اعملهم اغنيه وكل واحد يغني وكلهم فرحانين انه قدرت انام فعلا يعني كنت بوقتها كثير متالم كنت اسمع اخبار عن الاطفال كيف يعانوا فخاصه عندي كانت واحده من الاطفال ما اذكر اسمها والدتها حكت لي انه لحد الان ما فيها تخرج من هاي الحاله انه هي ما ربحت لحد ما جبتها عندي ودخلناها في الاستديو وضحكنا وعملنا وغنينا وهذا الحمد لله اطمأنيت على صحتها وعلى حالتها فإذا نقدم بالمقابل إذا يقدموا بالمقابل أنه يكرمون الكل هذا يكون حلو بس أما الطفل يروح لبيته خالي يعني يطلع على المسرح ويطلع مكسور وحزين فهذا شيء مؤلم جدا
ما راح اقدر اقولها لا، انا شو اللي تريد من عندي تسويها اكيد يعني. انا ضعيف امامهم جدا يعني بصراحه. او عندك حق. ها ليش لا؟ طبعا طبعا تعيش على التجربه اذا هي برغبتها تريد تغني، طبعا اكيد تروح للفويس وهي طفله. ما قلت لك انا نقاط ضعفي يعني، ما فيها تشوف امامي وتطلب مني طلبه، انا شويه عاطفي على هذا. مرات زمان يعني لما كانوا الاطفال يردون مني حاجه فيبعدوني، يعني امهم تبعدني تقول لي روح انت بعيد لو سمحت، يعني تخرب التربيه. ما تخرب الدلال شوي. يعني انا قدمت السيدة ماجدة، قدمت يعني لحنين ولحن ولحنين، لكن ديب اذا في عمل يعني هو يتماشى انه يمشي مع الموضوع قصه فيها اكيد هذا الشرف. انا كبير لا، هو يعني انه تعيش حياه صحيه. يعني انا بالنسبه لي اتابع مواظب جدا على الرياضه، يعني 5 أيام بالأسبوع ألعب رياضة. يعني الساعة 7 الصبح أصحى من نومي، لما ما يكون عندنا عمل إحنا ننام ب 11 10 ونص 11 ننام مع الطيور، ما راح أقول لك مع الدجاج، مع الطيور شوية أحلى ونصحى معاهم بصراحة. متعود مثل والدي الله يرحمه، كان ينام بكير ويصحى بكير، فأنا هاي متبع هذه اسمي غير على غير مسمى، يعني الساهر ما له علاقة فيها، صدقيني ما له علاقة فيها كلمة الساهر أبدا، ما له علاقة فيها. أعتقد هاي رسالة للشباب إنه أن يعيشوا حياة صحية، الأكل صحي يكون أكل صحي. أنا كل شيء أكل بصراحة، بس باعتدال. المغربي هذا فظيع، الباستيلة والطواجين هذه كارثة، الباستيلة بالحوت هاي كارثة هذه. اي فمن حتى كل شيء واحد ياكل، انا ما في امنع نفسي لا، بس باعتدال انه لما اشوف نفسي تخطيت حدود عدم الاتزان في هذا الموضوع لا اسحب نفسي. فاعتقد ما ادخن سيجاره، الحمد لله بحياتي ما دخنت سيجاره واحده بحياتي، هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى. لا ما في ممنوعات، انت يعني لا ما في، صعب الرجل يحكي لمرأة يقولها ممنوعات انت، ولا ممكن ولا ابدا، هاي صعبه. الرجل مسكين يعني بأي طبعا بعاطفته مسكين الرجل، يعني الرجل يعني لا حول ولا قوه امام ابتسام حبيبته، وامام حقيقه يعني امام ابتسام حبيبته لا حول ولا قوه، فأنت يأخذي من هذا. شكرا لكم. شكرا.